نعم مشاهدينا، رجعنا وياكم وشكر جزيل لزملائنا في استوديو 313 وكذلك بالاستاذ علاء السلامي على الموجز الاخباري اللي غطوا لنا. نعم مشاهدينا، كذلك نتواصل ونرجع وياكم الى مركز السبطين للتوحد التابع للعتبة الحسينية المقدسة مع زميلنا ومراسلنا امير عرب. حياك الله يا امير وصباح الخير عليك. امير اذا تسمعني. اسعد الله صباحك استاذ مالك، واهلا بكم وبجميع مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه. حياك الله يا امير. مركز السبطين التابع للعتبه الحسينيه المقدسه احد المراكز المهمه اللي افتتحتها العتبه الحسينيه حديثا، ما هي الخدمات اللي يقدمها هذا المركز وما مدى شوف المقبوليه لدى المجتمع؟ تفضل لك الجو يا امير. نعم مالك، نحن الآن نتواجد في أكاديمية السبطين للتوحد واضطرابات النمو التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، والتي أنشئت لتقديم مختلف الخدمات لهذه الشريحة من الأطفال. أكاديمية السبطين تقع على الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد. الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية هي تأهيل وتدريب الأطفال بأساليب حديثة لكي يتم دمجهم بالمجتمع مع الأصحاء يعني أمثالهم. وللتحدث أكثر حول هذه الأكاديمية وما تقدم من خدمات ينضم معي مديرها الدكتور أسامة الساعدي ليحدثنا أكثر حول هذه الأكاديمية. تفضل دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم افتتاح الأكاديمية العام السابق في الشهر السادس، تقريبا سنة، أقل من سنة حاليا مرت على افتتاحها. حاليا الأطفال عندنا بالأكاديمية لا توجد مقاعد شاغرة بالتسجيل اليومي، وتوجد نوعين من التسجيل عندنا. دكتور قبل أن نخوض في غمار الدراسة، نتكلم عن ما هو اضطراب النمو؟ هل هو مرض؟ هل هو يعني نقول مرض وراثي؟ اضطراب طيف التوحد، واللي هو يشمل عدة مجالات معينة، عادة تكون المشكلة عند الطفل في التواصل، وصار عنده مشكله باللغه اللي هي جزء تكون من التواصل مع الاخرين، وكذلك بسلوك الطفل، فيكون مو مثل الاطفال الباقين من ناحيه بناء العبارات، من ناحيه التواصل مع العائله، مع الام، مع الاب، العاطفه، بس بعض السلوكيات اللي تكون عند الاطفال طيف التوحد، فتكون سلوكيات قسم متكررة مثل رفرفة، مثل المشي على أطراف القدم، كثير من السلوكيات. فالطفل العائلة تبدي تميز أنه هذا الطفل عنده مشكلة بالتواصل معهم، مشكلة يصيحوا له ما يسمع، ما يستجيب، مشكلة بالسلوك، فتبدي تراجع الأطباء ويبين الموضوع يعني بالتشخيص من قبل الطبيب المختص. عادة يحولوه إلى المراكز العلاجية. الطفل كل ما يشخص من وقت قبل السنتين، كل ما يكون علاجه وتطوير مهاراته أفضل. نعم. دكتور هل هناك يعني إصابات شديدة بهذا الطيف أم هناك يعني متفاوتة؟ لا بالتأكيد هو أكو اضطرابات طفيفة يعني خفيفة، قسم متوسطة، قسم شديدة، حسب الطفل، حسب الأعراض اللي عنده. قسم عندهم يصير مشكلة بالذكاء أيضا، قسم كبير منهم من الأولاد أو البنات، فحسب درجته طيف التوحد وإذا كان مصاحب إلى موضوع المشكلة بالذكاء. دكتور ممكن يعني الطفل يكون مصاب بإصابة طفيفة ويتعرض الى يعني بعض الزملاء تكون اصابتهم شديده، ممكن انه ينعدم من عندهم ويتسبب هذا السلوك بمضاعفه طيف التوحد عنده، شنو اللي ممكن انتم تسووه حتى تستقبلون هذا الطفل او تعزلوه عن الطفل الاخر؟ نعم احنا بعد ان نستقبلهم اكو عندنا يعني عده طوابق بالبنايه وعده صفوف، فمصنفين يعني بعد ان يتم استقباله بالاكاديميه يتم تقييمه حسب منهاج ابلز، ونحدد المشاكل اللي عنده، وبعدها يصنف على الصفوف، قسم بسيط، قسم متوسط، قسم شديد، قسم فقط يجي عنده مشكلة باللغة فقط، والمتوسط والشديد والخفيف أيضا كل واحد أعراضه تختلف عن الثاني، قسم كل طفل يعاني من أعراض معينة، فأيضا يتم تصنيفهم على الصفوف.
فالغالب عندنا كل الصفوف والفئات اللي تكون موجودة بالصف متقاربة بالمشاكل نفسها. إذن هناك اختبارات قبل الدخول إلى هذه الأكاديمية؟ طبعا هو بالبداية أكو تقييم بالعيادة الاستشارية من قبل طبيب اختصاص ومعالج انشغالي أو معالج وظيفي ومعلم الصفوف. بعد أن يتم التشخيص يحول إلى الصفوف ويقيم لمدة أسبوعين 3 أسابيع، بعدها يدخل تقييم بالأبلز، بعدها يصنف حسب. نعم يا أمير، يعني إن كنت تسمعني التقييم قد تطول شهر. دكتور، أهمية هذا المركز وهل حقق المرجو من عنده؟ هو المركز الأول بالعراق من هذا النوع وكثير من الدول العربية وحتى اللي زارونا. أمير، إن كنت تسمعني يا حبذا تسأل الأستاذ المسؤول عن المركز أو الأعداد الذين استفادوا من خدمات أكاديمية السبطين. المركز مميز حتى في تلك الدول يعتبر، فالأكاديمية الأولى بالعراق وتقدم خدمات اللي هي تقريبا نادرة التقديم بالعراق. كثير بالعراق أكو مراكز تشخص، مراكز بعض المراكز التجارية، لكن المراكز اللي تستند على أسس علمية نادرة حقيقة، لأنه بصورة عامة هي تعتبر تجارية حصرانة فما يفتحوها. أمير، إن كنت تسمعني، ما هي الأعداد أو ما هي حصيلة الأعداد المستفيدة من أكاديمية السبطين خصوصا من داخل العراق أو من خارجه؟ أعداد المستفيدين من الأكاديمية إلى حد الآن. دكتور، هل هناك إحصائية بعدد الأطفال الذين يعني سجلوا في هذه الأكاديمية سواء من داخل كربلاء أو خارج كربلاء؟ بالإحصاء حاليا ما يقارب 300 طفل مسجل بالدوام الكامل من الساعة 8 إلى 2 الصبح، وتقريبا 150 إلى 200 جلسات يسموها خارجية أو علاجية اللي تكون مرتين بالأسبوع. اللي بالمحافظات قسم من عندهم أجروا في سبيل أنه يسجلون بالأكاديمية، وقسم بقوا على الجلسات اللي هي يومين بالأسبوع، يجون من بغداد، من بابل، من النجف لمراجعة المركز. يعني تقريبا المركز حاليا ما بمقاعد شاغرة، ويستلم الأطفال اللي يعانون من طيف التوحد من جميع المحافظات. دكتور، ما هي الأساليب المتبعة لعلاج هذا الطيف؟ بطيف التوحد يجب أن تعلم، يعني يعلم المواطنين واللي عنده طفل يعاني من طيف التوحد، أنه ماكو علاج دوائي. العلاج الدوائي ثانوي لبعض السلوكيات المعينة اللي يعطى لها العلاج، لكنه ليس لعلاج التوحد. علاج التوحد هو تدريب وتطوير مهارات عند الطفل وتدريب على المهارات اللي يعاني منها، قلنا يصنف ويقيم شنو المشاكل اللي يعاني منها الطفل، يتم العمل على تلك المهارات وتطويرها للوصول إلى الأفضل للطفل. دكتور، هل الأساليب المتبعة هنا هي تواكب الأساليب العالمية في العلاج أو التدريس؟ هي تقريبا هي الأساس، يعتمد النظام أبلز بالتقييم بعدين بالعلاج، والأسس العلاجية اللي موجودة حاليا هي أحدث الأسس الموجودة بالعالم. يعني عندنا الغرفة الحسية هي تم تصميمها بالمملكة المتحدة وتجهيزها، والغرف الحركية اللي تم تصميمها بالصين وكذلك تجهيزها، والأدوات العلاجية الأخرى كلها تم استيرادها وفق الأحدث والأفضل. دكتور، الغرفة الحسية أو الغرفة الحركية ماذا تقدم للطفل؟ يعني ما هي أهميتها؟ بالنسبة مثلا الغرفة الحسية، كثير من الأطفال يعانون من مشاكل حسية بالتوحد، سواء عنده مشكلة حسية بالصوت، مشكلة حسية باللمس، بالشم، بالنظر. فالغرفة الحسية بها أجهزة اللي هي تعتني بجميع تلك الحواس، ويدخل الطفل حسب المشكلة اللي عنده للتدريب على ذلك الموضوع، يعني لتطوير المهارة ولجعل المشكلة الحسية عنده قريبة من الطبيعية. دكتور، ما بعد تأهيل هذا الطفل ماذا يفعل؟ أكو قسم من الأطفال مثلا اللي يوصل عمر المدرسة القادر على دخول المدرسة يدخل المدرسة، وكثير من الأطفال عندنا دخلوا المدرسة بالشهر 11 أو الشهر 10 العام السابق. قسم يروح يدخل الروضة بعد أن يكون قادر على التواصل، وقسم اللي هو ما ممكن هاي يدخل النظام الأكاديمي ممكن أنه يتعلم مهارات معينة، وقسم أيضا صعب عليه تعلم المهارات المعينة حسب شدة التوحد.
يتعلم اعتماد على نفسه بالحياة وتعليم مهارات الحياة اليومية. نعم زميلي اسمع، ما هي الطموحات اللي يعني يطمح إليها بأنه يوصلها المركز من خلال علاج إذا بشكل موجز؟ دكتور سؤال من الأستاذ يقول ما هو طموحكم يعني في هذه الأكاديمية، يعني إلى ماذا تطمحون أن تصلون؟ هو أكيد هو مركز علاجي، المراكز العلاجية كلها بالعالم سواء للتوحد أو غيرها طموحها أنه توفر خدمات وتقلل العبء على الأهالي وتقدم الأفضل للعلاج الأطفال يعانون من طيف التوحد. من ضمن الأهداف مالتنا هو إنشاء كوادر مطورة ومدربة اللي راح تعتمد بالعراق كله. عندنا زمالة في التوحد اللي هي تابعة إلى البورد العربي لأطباء الاختصاص اللي يدربون عندنا. أيضا انفتحت عندنا دبلومة للتوحد لمدة سنة مع جامعة طهران اللي بعد سنة يعطون شهادة الدبلومة، دخلوا بها لحد الآن 25 شخص وراح نفتح الدورة الثانية إن شاء الله، بالإضافة إلى التدريب اللي موجود ومستمر عندنا أيضا بالتوحد. نطمح أنه نسوي نواة لكوادر بالعراق كله سواء للعاملين بالعتبة أو خارج العتبة ليكون نواة بتقديم خدمات علمية حقيقية. إن شاء الله نفتح الدورة الثانية بالبصرة. نعم. نهاية السنة عندنا راح ينفتح المركز أمير لمثل أكاديمية السبطين. أمير تسمعني؟ راح تكون أكاديمية السبطين والتوحد بالبصرة. أيضا راح تنفتح لهم دورة أيضا بالدبلومة إن شاء الله. نعم يا أمير، شكرا جزيلا لك ولضيفك، وإن شاء الله التقدم والإزهار لهذا المشروع الخدمي الهادف التي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة. أمير عرب مراسلنا من أكاديمية السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، شكرا لتغطيتك يا أمير.